في مثل هذا اليوم 13 من أغسطس من كل عام قادم، ستكون البشرية على موعد يذكرها بإنجاز إماراتي تاريخي تقاطعت فيه عقود من الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية وشعبها، انتصرت فيه لحق شرعته القرارات العربية والمواثيق الدولية. موقف ترجمته الإمارات عبر دبلوماسية جريئة قادتها بدعم أمريكي إلى وقف إسرائيل عن تنفيذ مخططها الرامي لضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، في قرار أعاد للأرض المحتلة أنفاسها العربية متناغماً مع إجماع عربي ودولي. من هذا المنطلق حقيقة دولة الإمارات تحركت ضمن الإجماع العربي من خلال بيان الجامعة العربية الذي أبدى قلقه من خطوة ضم أراضي فلسطينية إلى الاحتلال الإسرائيلي، لكن أخذنا خطوات إضافية. فكان هناك بيان باسم سمو وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، وأخذنا خطوة حقيقة يعني غير مسبوقة من خلال مقال من السفير يوسف العتيبة في الصحافة الإسرائيلية ضد قرار الضم، لأن قرار الضم في تقديرنا كان سينهي حقيقة أي فرصة للوصول إلى حل سياسي. اتفاق إماراتي أمريكي إسرائيلي يسجل لحظة تاريخية من أجل شرق أوسط أكثر ازدهاراً وأمناً، ويشهد على مكانة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي جعلت من الإمارات لاعباً فاعلاً في المنطقة، ينشده الأصدقاء والأشقاء في نشر السلام والوصول بالشعوب إلى بر عنوانه الأمن والأمان والتنمية. Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. And as you know, Mohammed is one of the great leaders of the Middle East. تراجع إسرائيلي عن مخطط رفضه الفلسطينيون والعرب والغرب يعكس خطوة جبارة نحو تجسيد حلم الأمة تخطوها الإمارات، حاملة معها راية السلام لشعب فلسطين الذي لم تخذله يوما وظلت وفية لقضيته تدعمه، استناداً إلى سياسة واقعية تنشد حلولاً عملية بعيداً عن الشعارات والخطابات الجوفاء. مسار جديد تفتحه الإمارات في علاقتها مع إسرائيل في منطقة أدمتها الحروب منذ عقود، وفاقم توترها قرار الضم الأخير وبارقة أمل تنبعث من أرض لطالما كانت سباقة لنشر السلام والتعايش.